بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. أقدم لكم حل لتمرين امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في مادة العلوم الفيزيائية موجه إلى تلامذة الشعب العلمية. هذا التمرين هو 36 وهو من دورة 2019 وتابع للوحدة الثانية التحولات النووية. كل هذه التمارين المقدمة لكم تجدونها مرتبة في البلاي ليست في قناة اليوتيوب، وذلك حسب الوحدات الخمس الواردة في البرنامج. هذا التمرين كان بالضبط موجه إلى شعبة العلوم التجريبية، وهو من الموضوع الثاني. التمرين الأول على 6 نقاط. هذا هو نص التمرين، يمكنكم إيقاف الفيديو وقراءة النص قراءة كاملة، وهذا مطلوب ومفيد، أو اتباع الرابط الموجود في وصف الفيديو في الأسفل. وإلى الأسئلة والأجوبة. داء الفاكيز يصيب النخاع العظمي ويحدث تكاثر غير طبيعي في الكريات الحمراء. لمعالجة هذا المرض يحقن المريض بمحلول يحتوي على نظير الفوسفور P3215 الذي يدمر الكريات الحمراء الزائدة بفعل الإشعاع المنبعث منه. يهدف إذن هذا التمرين إلى دراسة النشاط الإشعاعي لنظير الفوسفور. السؤال الأول، اذكر أنواع التفككات الإشعاعية الطبيعية مع تحديد الجسم المنبعث عن كل تفكك. إذا هنا لو ترجع إلى الدرس تجد الإجابات، ولهذا لا بد من حفظ بعض المفاهيم وبعض القوانين من الدرس. رقم السؤال وجملة الإجابة ونجيب. نعرف أن هناك 3 أنواع من التفككات الإشعاعية. أولها هو التفكك ألفا، وهو نواة للهيليوم HE42. التفكك الثاني وهو التفكك بيتا ناقص، وهو الجسيم E-1-0، وهو ليس إلكترون على كل حال. التفكك بيتا زائد هو الجسيم E0-1، والفرق بين بيتا زائد وبيتا ناقص هو الإشارة، هنا ناقص واحد وهنا زائد واحد. ثانيا، اعتمادا على المخطط الممثل في الشكل واحد الذي يظهر أمامكم، السؤال استنتج قيمة كل من العددين A و Z الموجودين مع الرمز Y، ثم أعطي رمز النواة الموافقة. إذا رقم السؤال وجملة الإجابة، من هذا المستخرج من مخطط الآن زاد، نلاحظ أن الإيغريك أ زاد يقع في الخانة زاد تساوي 16 وآن تساوي 16. نكتب إذا قيمتي آن وزاد 16 و16، ثم نبحث عن قيمة أ. نعرف أن أ يساوي آن زائد زاد، وهو عدد النويات. معناها أن أ يساوي 32، ومنه فإن رمز النواة الموافقة هي S3216، بحيث زاد يساوي 16 و A تساوي 32. السؤال 2-2، اكتب معادلة تفكك النواة P3215 إلى النواة YAZ محددا نوع التفكك النووي الحادث. رقم السؤال وجملة الإجابة، عرفنا في السؤال السابق طبيعة الإيغريك، هذا إيغريك أزاد، وعرفنا أنه الكبريت S3216. إذا الفوسفور يتحلل إلى كبريت زائد عنصر نجهله وعلينا أن نتعرف عليه. من أجل ذلك نطبق قانون سودي أو قانون انحفاظ
العدد الكتلي والعدد الشحاني، بحيث 32 زائد أ يجب أن تساوي 32، ومن هنا نستنتج أن أ تساوي 0 لهذا العنصر هذا X، و 16 زائد زاد يجب أن تساوي 15، ومن هنا نستنتج أن زاد تساوي ناقص 1. معناه أن هذا العنصر X ما هو إلا هذا الجسيم E 0 ناقص 1، ونتعرف عليه أنه التفكك بيتا ناقص، معناه أن التفكك هنا نوعه هو بيتا ناقص. ثالثا، في اللحظة T تساوي 0 يحقن مريض بجرعة من محلول يحتوي على كمية قدرها N مول من نظير الفوسفور 32. السؤال: أحسب عدد أنوية الفوسفور 32 المحتوى في هذه الجرعة. رقم السؤال وجملة الإجابة: علينا أن نقوم بحساب عدد الأنوية. هنا أعطوني عدد المولات، إذن العلاقة بين عدد المولات وعدد الأنوية يعطى بهذه العلاقة: عدد الأنوية يساوي عدد المولات في عدد أفوغادرو. لماذا؟ لأن كل مول من الأنوية يحتوي على عدد أفوغادرو. ومنه التطبيق العددي مباشرة: عدد المولات هو 3.12 في 10 ناقص 10، ونضربه في عدد أفوغادرو. نقوم بالحساب وتحققوا من هذا القيمة. إذن N0 يساوي 1.88 في 10 أس 14 نواة، أو نواة وليس نوية، نوايو وليس نيوكليو. هذا كل ما يتعلق بهذا السؤال. السؤال 3-2: يزول مفعول الجرعة عندما تتفكك 99% من الأنوية الابتدائية، بين أن مفعولها يزول بعد 95 يوما من لحظة الحقن. رقم السؤال وجملة الإجابة: انطلاقا من قانون تناقص الإشعاعي N يساوي N صفر إكسبونونسيال ناقص لامدا T، الذي يجب أن تحفظونها عن ظهر القلب، N على N صفر يساوي إكسبونونسيال ناقص لامدا T. نبحث عن مدة زمنية، معناه نبحث عن T. ندخل الدالة اللوغاريتمية على طرفي المعادلة: لوغاريتم N على N صفر يساوي لوغاريتم إكسبونونسيال ناقص لامدا T. يمكن قلب هذا الكسر بإدخال الناقص أمام اللوغاريتم. لوغاريتم n على n صفر يساوي لوغاريتم n ناقص لوغاريتم n صفر، يساوي كذلك ناقص لوغاريتم n صفر ناقص لوغاريتم n. ولهذا لماذا قلبت هذا الكسر؟ لأتخلص من الناقص على طرفي المعادلة. ومنه فإن t يساوي 1 على لامدا لوغاريتم n صفر على n. هنا يجب أن تستحضر عبارة لامدا: لامدا تساوي لوغاريتم 2 على نصف عمر هذا العنصر. هذا كذلك قانون يجب أن تحفظه عن ظهر قلب، وفي بعض الأحيان يطلب منك أن تبرهن عليه. ومنه فإن T تساوي T نصف على لوغاريتم 2 لوغاريتم N صفر على N، معنى عوضنا هنا لامدا بلوغاريتم 2 على T نصف، وبالطبع ما أنها 1 على لامدا نقلب هذا الكسر. التطبيق العددي: إذا عوض كل قيمة أو كل مقدار بقيمته العددية، فستجد في النهاية أن T تساوي 95 يوما كما ورد في السؤال. رابعا، لعنصر الفوسفور نظير آخر وهو P32-15. السؤال: احسب طاقة الربط النووي EL، انرجي دو ليزون، EL معناها ليزون، لكل من النواتين P32-15 و P30-15 بالميجا إلكترون فولت. رقم السؤال وجملة الإجابة: لحساب هذه الطاقة لابد أن تكون حافظ لقانون هذا EL، طاقة الربط تساوي النقص الكتلي في مربع سرعة انتشار الضوء. معنى هذا بالنسبة لأي عنصر X
فإن EL تساوي عدد البروتونات في الكتلة زائد عدد النوترونات في كتلة النيوترون ناقص كتلة العنصر X. ولذا من أجل التطبيق العددي أعطوني هذه القيم. نبدأ أولا بطاقة ربط العنصر الأول 32.15 فوسفور، له 15 بروتون في كتلة البروتون، نجدها هنا كتلة البروتون، زائد 17 نيوترون في كتلة النيوترون ناقص كتلة الفوسفور 32.15 التي نجدها هنا، الكل في 931.5 بالطبع على السي مربع ميجا إلكترون فولت. السي مربع هذا يختزل مع السي مربع الموجود مع 931.5، ولهذا لا يبقى أثر للسي مربع. النتيجة، وعليكم أن تتحققوا دائما فيها بالنسبة للتطبيقات العددية، إذا طاقة الربط للفوسفور 32.15 تساوي هذه القيمة. كذلك الشأن بالنسبة للفوسفور 30.15، الفرق هنا هو في عدد النيوترونات، هنا 17 وهنا 15، وكذلك في كتلة كل من العنصرين، هنا 31 وهنا 29. النتيجة هي 242.926 ميجا إلكترون فولت. إذن تطبيق عددي، ولكن شريطة أن أكون حافظ لهذه القوانين. السؤال 4-2، بين أي النواتين أكثر استقرارا مع التعليل. رقم السؤال وجملة الإجابة. للإجابة على هذا السؤال لابد من حساب أولا طاقة الربط لكل نوية. نحن قمنا بحساب طاقة الربط للنواة كاملة. الآن بالنسبة لكل نوية نقسم طاقة الربط التي وجدناها على عدد النويات. بالنسبة للفوسفور 32.15 له 32 نوية. إذن التطبيق العددي يعطيني هذه القيمة. كذلك الشأن بالنسبة للفوسفور 30.15، أقسم على 30 لأن هناك 30 نوية تعطيني هذه القيمة. هنا فقط يمكنني أن أقارن بين القيمتين لأحكم أي النواتين أكثر استقرار من الأخرى. إذا النواة الأكثر استقرار هي التي لها الطاقة الربط الأكبر، وبالتالي فإن الفوسفور 32.15 هو الأكثر استقرار من الفوسفور 32.15. لماذا النواة فوسفور 32.15 هي أكثر استقرار من هذه؟ التعليل، بما أن طاقة الربط للفوسفور 32.15 هي أكبر من طاقة الربط بالنسبة للفوسفور 30.15، فإن ذاك هو الذي دفعنا لأن نحكم أن النواة الأكثر استقرار هي هذه النواة P3215. وإلى هنا ينتهي حل هذا التمرين. إلى اللقاء في تمرين قادم. يمكنكم الاشتراك في هذه القناة ليصلكم كل جديد ومع المزيد. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم النجاح والسلام عليكم.